صباح الفل. النهارده اول يوم ليا في ابو ظبي بعد ما وصلت امبارح. امبارح كان يوم يعني تعبان جدا، يا دوب بس فطرت كده واتمشيت شويه في البلد وشفت المنطقه اللي انا قاعد فيها. حاصل حلو ان انا الهوستل بتاعي جنب محطه اتوبيسات ابو ظبي، ودي تقريبا اكبر محطه للاتوبيسات وهي المحطه الرئيسيه اللي موجوده في ابو ظبي. حاليا الباص اللي ورايا ده هو اللي هياخدني هيوديني حديقه حيوان الامارات، دي اكبر حديقه حيوان برضه موجوده في ابو ظبي. استنوا بقى ان شاء الله هصور لكم باذن الله فيديوهات هناك، ان شاء الله هتعجبكم. استنوني كمان شويه كده لما اخش كده. باي. جبنا الاتوبيس، حاليا متجه على حديقه حيوان الامارات. متحمس جدا عشان هي اللي معاك في حديقه حيوان مفتوحه وتقدر انت تشوف الحيوانات قريب وكده. بصراحه الاتوبيس نظيف، وعاده يعني كل سفرنا كده لحد دلوقتي مش نظيفه، مش مستخدمه او حاجه مقطعه، كراسي سليم، الدنيا كويسة، مفيش تقريبا غير أنا واحد بس في الأتوبيس، دي حاجة برضه كويسة، عشان معرفش كتير إن شاء الله. بس استنوني، متحمس إن شاء الله أوريكم حاجة حلوة، وتعيشوا معايا التجربة، نشوفكم بعدين. وصلت حديقة الحيوانات أخيرا بالباص على 9:15 تقريبا، أخش أشوف وأوريكم معايا، يلا بينا. انا كنت مشتري التيكت اونلاين، بس اتضح ان انا لازم اخد التيكت مطبوع من الشباك اللي هناك ده، فانا حاليا واقف في الطابور ده عشان استلم التيكت. مكتوب فيها الاكتيفيتيز اللي انا مسموح لي ان انا اعملها، بس فبرضو لو انت جاي حديقة حيوان الامارات، لو انت مشتري التيكت اونلاين لازم برضو تاخدها مطبوعة من شباك التذاكر. دخلت جنينة الحيوانات. شوية بقى ايه، نسانيس، الحاجات بقى العسل دي. احلى حاجة الواحد يبتدي بيها اول ما يخش جنينة الحيوانات انه يشوف النسانيس دي. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، النسانيس هنا شكلها بنت ناس برضو، يعني تحسها واكلة كويس ومستحمية ومسرح لهم شعرهم. طبعا انت كلكم واخدين بالكم اللي انا واخد بالي منه. تقريبا كل ما النسناس بيكبر يعني في حاجات عنده بتبقى اكبر. المهم يعني هي النسناس عندي شكلها مختلف وكل حاجة، بس أنا بالنسبة لي كله نسناس أو قرد. يعني أكيد الأنواع دي طبعا مختلفة، بس أنا مش عارف هما بيتهيألي مش كاتبين، يعني هما مش كاتبين، يعني مش كاتبين تقريبا أنواع القرد إيه أو النسناس إيه. تاكل إيه؟ هاي. عسل. لا ظلمتهم، طلعوا كاتبين الانواع هاي كلها. دي اولد وورلد مونكيز، ده السلالات القديمة، ودي السلالات الجديدة نيو وورلد مونكس. في بلو مونكي وباتاس مونكي، كل دي بقى انواع القرود. احنا بالنسبة لنا هم قرود ونسانيس، بس هم بقى عندهم كل الفصائل دي، مش هتفرق.
فرج دي برضو انواع خفان ومعيز وكده. بصوا هي في قاعدة عامة كده انا يعني لحد دلوقتي لسه واخد بالي منها، ان يعني الحيوانات عموما تحسها مستحمية. وبعدين يعني معرفش انتوا واخدين بالكم بقى ولا لا، المعزة دي متعلم كده في ودانها بعلامة انها متطعمة. هو كله كده على فكرة، عشان يعني علامة الجودة ان احنا حيواناتنا واخدة تطعيم. دي نايمة حقوق صحية بقى مش عارف. ده الفهنة يا ولاد، نفس الكلام على نبتة التطعيم أيضا. رشيدة يا جماعة الحيوانات شكلها جميل قوي. يا ابن اللذينة ده بيعض. خباب على العسل. غريب ان سبحان الله كل الخرفان والمعيز دي كل حاجة فيهم نوع مختلف، يعني ممكن يكون في حاجات شبه بعض فيها بس هما في حاجات كده بقى الاختلافات، حتى لو اختلافات بسيطة بس سبحان الله يعني الصاي كلها مختلفة. ده عم الديك تقريبا في خناقة هنا. لا ده عايز يخرج. ده بقى فرج الخروف ده بنشوفه، ده عادي بقى بتاع العيد. ده نوع اسمه خروف بانور. Thank you.
يا عسل بيلحس واي. واخد بالي هنا الحياة واخدة على البني ادمين، يعني ده معناه ان بيتعاملوا كويس، ما عدا هناك ده بيبص لي بصة شرانية. اه ازيك؟ ده تقريبا عام. اوكي لا ده حاجة اسمها الايمو، طائر استرالي بيعيش من 20 لـ35 سنة، موطن استراليا وبس، بياكل زهور حبوب فواكه حشرات، بس ما شاء الله كلها بروتين وعامل دايت جامد. ده ألبن جوت، معز القلب تقريبا، دي الخلفان اللي بتبقى في جبل القلب. هو ده شكل اللي بينطحوا زي اللي كانوا في، يا ابن الذين بيعمل كده ليه؟ انا ما اعرفش بقى لو لمسته عادي ولا ممكن يضربني. بس هما عاملينه هنا يعني عاملين كذا صوب تقريبا، غلط ان حد يلمسه اهو. لسه كنت بقول والله هذه الحيوانات قد تنضح بكونها سياج، لو هذا داخل القفص مطلق. كنت حاسس والله. المفروض بقى ده طاووس، بس هو قاعد مع النعام يعني عشان تقريبا ما يحسش بالوحدة. في هنا بقى تلات انواع مادليني تاك، بطل المندرين، وحاجة اسمها ساوثرن سكريمر، الصياح او الصياح الجنوبي، وكومن كرين، ده حاجة اسمها الكيركي او الرهو الشائع. هو يعني في اعتقادي ان القعدة بتاكل دي البطة، والصياح الجنوبي ده اللي هو اللي هناك. اللي هو عند الطبق الأزرق ده بس، واللي هناك ده بقى الكيركي. دي بقى حاجة اسمها الكاري، الحيوان دي سبحان الله يعني كل واحد ما يفتكر ان هو شاف حيوانات كتير، لا يكتشف ان في فصايل وانواع حيوانات عمره ما سمع عنها. يعني تعيش لوحدك؟ لا مع عصافير.
معرفش بقى دي عياله ولا ايه او عيالها. لافين كوكابوا معرفش بقى هل مسميه لافين ده عشان بيضحك. بيضحك شكله غريب قوي. عنده وشه كده ده الكوكاتو الابيض. معرفش هو بيعمل ايه، مكسوف ولا هو بيظبط دقنه. قفل عينيه وايده عمالة تعمل في دقنه ووشه، او ممكن يعني بيهرش مش عارف. ايه قول والله الحيوانات هنا طيبة أوي، بيسمحوا الواحد إن هو يلمسهم عادي، يعني ما فيش أي قلق ولا أي حساسيات. ده دي بطة بقى، بطة ماشية لوحديها. ده بقى البط يقوم فرحان من النوم ويغطس ويعوم. بختوه انت اخر مرة صحيت من النوم عملت ايه؟ اكيد ما عملتش اللي البط عمله. ده تقريبا كده قسم الدوشة بقى. بغبغانات، وفي هنا ببغاء امازوني ازرق راس وببغاء التاج الاصفر عشان يعني ما ندخلش الحاجات في بعض.
بصلي أوي بصلي. ده ايه بقى؟ ابغاء وماضي ودي جبان عادي. الله، ده مكاو. مكاو ده لا اسمه معروف. طبعا يعني هو تقريبا ما ينفعش ياكلهم يعني. هو بصوا الراجل قعد مطعمين كتير بس ما، وده مقطع ده مفيش فايده. قسم الازعاج بقى، قسم الازعاج. بس يا جماعه كام عصفوره؟ في قصة حب هنا. ولع الدنيا يا عم. ماشي يا عسل. ده حاجة اسمها البوكير الأرضي، ولا اعرف. هو تقريبا لا ده في هناك اهو، بس محتاج بقى ايه الكوزون عشان تشوفوه. هو ده، ده اسمه ايه بقى؟ التوكاو الازرق الكبير، يعني مش عارف الكبير جايبينها منين. اه لا ده في هناك اهو حاجات تقريبا دي عياله، شبه اسقس الممثل. دي بقى القسم بتاع حديقة الطيور. هنا بقى بيسمح ان انت ممكن تعمل اكتيفيتي، من ضمن الاكتيفيتيز، من ضمن الاكتيفيتيز ان انت تاكل او تشرب صغار الخرفان. يا عسل. If you want to go inside, David, هنا بقى بيسمحوا ان انت ممكن تعمل اكتيفيتي او مثلا تختار اكتيفيتي على التيكت بتاعتك، بس اكتيفيتي واحده بس اللي تب فور فري. ممكن انت مثلا منها زي ما الطفل الجميل ده بيعمل كده يشرب الخرفان لبن.
طبعا يعني ده في جوع. باي جبلية على قد ما اوصل كده. في حاجة كده بقى، هو دي بقى الاحجام اللي انا ايه بقى يعني بحب في الحيوانات والله. يا نهار ابيض، ده بقى انا كنت لسه شايف اللفته بتاعت اسمه يجد ميمون، بس هو شكله مفترس لان هم عاملينه ازاز. احذر الحيوانات تعض. غزالة طبعا بقى الحيوان ايه اللي كلنا بنحبه. ممكن برضه بالتاكيد بتاعتك فور فري تختار ان انت تاكل الزرافه. طبعا الحاجات دي اصلا بتجنن العيال الصغيره يعني والله، وكبار برضه. طبعا هنا هما اللي بيختاروا الاكل اللي انت تاكله للحيوان، ان هما بيبقوا عارفين الحيوان ده ممكن ياكل ايه او ممكن ما ياكلش ايه، فمش متسابه كده اي حد عايز ياكل اي حيوان اي حاجه. في حيوانات اصلا الصبح بتبقى في واحد جوه شخصيا. هو بياكل سعدان كابوشي ابيض راس، حيوان سعدان وبيعقم بيروق على البيت بتاع الحيوان. الله ينور يا حاج والله، عشان الحيوان يقعد متكيف يقعد كده نفسيته كويسة وشال مريحة كويسة ومش في بيئة ملوثة. ده بقى أكتر حيوان يعني بيأسي في دنيتنا دي الحمار، بس أكيد يعني ده شكله مش زي الحمير العادية، يعني ده حمار حاجة. لا هو ده اسمه حمار بس تقريبا هو مكتوب بالانجلش ايكوس افريكانوس، تقريبا ده حمار افريقي.
سكوت بيه هنا من الممكن ان يعضك هذا الحيوان او يخدشك عشان محدش يمد ايده. يعني حصان ايه المصغر عسل. ده حيوان كده، ده ايه ده؟ شكله غريب جدا. وبعدين معرفش هو كده نايم ولا دي اصلا وقفته ولا ايه، بس هو شكله نايم. هو ده حيوان كسلان ولا ايه؟ نمس، نمس. مش ابتدى يمشي اهو، يا عسل. اسمه نمس اظن طاق، يعني هو يعني كان نايم هناك قام وجه هنا عشان ينام، تعب ولا يا عسل. حاجة اسمها الميركات. ده تيمون. ده من ريحة الغالي ده والله. تيمون واسعة جدا. شكلنا عزوني، بس انا يعني لا بحب يعني متعلق انا بالشخصيه دي والله.睡觉了。
ده راكون حيوان ليلي ينشط بعد الغروب في الليل. والله يعني هي واضحة وباينة جدا. في اتنين جوه هنتخين اهم واخدين وضع سليب مود. ده الحاج سيد نمس ده قاعد مستخبي تحت المايه. ايه دي بومة. واو هي نايمة تاني. العوصق الشائع صقر الجاد. ده عقاب. صقر هارس. هذا مضبوط بيبقوا ربطينه من رجله عشان ما يطيرش. طب يا نهار ابيض. انا معرفش انتوا شايفين الحجم ولا لا. يا نهار ابيض. What a surprise. يا جماعة لا ده في كلام كبير كلام كبير. انت فجأة بتلاقي في مثلا 3-4 غابات يعني فجأة جنبك. تقريبا ده علامة. يا جماعة شايفين الحجم.
يا دينا ايه ده ايه ده؟ لا حجم مش طبيعي، كبيرة اوي. انا ما اعرفش انتوا حاسين يعني او بس هو مبينه هو ان حجمه كبير ولا لا، بس هو اكبر من العادي يعني. يعني ده اكبر من ده. ده يا جماعة راكون، أنا أول مرة أعرف إن في راكون أبيض. ده بقى يا جماعة إيه قسم السلاحف بتاكل يعني على مهلها جدا، ودي عايزة تنطلهم دي. الحيوان ده شكله غريب، يعني انا شايف ان هو شبه خنازير، بس مش عارف بقى اذا كان خنزير لانه عنده انياب طالعة كده طويلة. بيقول غزلان، بس اسمه ايه بقى؟ يعني انا قلت غزلان، هو اسمه ايل اوروبي. الهفتان بقى لا عندوش خلق، شكله جميل والله، شكله صغير كده. بس برضه في أرانب شكلها غريب، يعني انا هعملكوا زوم كده. ده تحسه يعني أرنب بس خريج جامعة برمنغهام مثلا، أرنب بس مدي على فور أبيض.
في صوت طالع بس مش جاي منين. في كده كده اليوم شكلهم مخيف. ده فين؟ وبعدين ايه ماشيين ورا بعض؟ ايه في سيمترية؟ تقريبا راجل ومراته. حتى الأسماك هنا ليها نصيب إنها تكون موجودة في حتة الحاجة. تخيلوا إن في حوض كامل معمول عشان أسماك بالحجم ده. يعني ده حق. يعني لو وريتكم هتقولي ده فاضي، بس لو عملنا زوم هنا يعني دي أكبر واحدة فيهم تقريبا. ده بقى حوض ايه؟ بس عملاق شوية. نجيب هواء من تحت كده. اعماق البحار. شكلها غريبة جدا. الله يعني ده قسم بقى رعب بقى. والناس ايه اللي عندها فوبيا من الملمس بتاع الحاجات دي؟ تعابين. ده اناكوندا خضراء.
عندها الأصلة والكهوية. اوف، اسمها الأصلة الكهوية. شكلها بقى في جزء باين بس كده، هي تقريبا شكلها من الحاجات اللي هي العملاقة يعني. دي أصلة شبكية برضو بس لون تاني بقى. عاملين هنا ساوند سيستم عشان يدخلك في أجواء الغابة. بحاول ألاقي التعبان ده بس أنا مش لاقيه، مش عارف بقى موجود ولا أجازة ولا إيه. ده حيوان المها أو عدس، ده يعني النوع أبو عدس. كاتبين هنا معلومات عشان ده قسم الحياة البرية، قسم المحبب بالنسبة لي. عمر وحشي هو الزبرة. حمام الوحش ينام واقفا، معلومة أول مرة أعرفها بصراحة بس منطقية. بالتالي الحصانة برضه بتنام واقفة. والمهور تميز أمهاتها من خلال شكل وترتيب الخطوط، يعني هو بيعرف أمه من التانية من شكل الخطوط عشان هما فعلا شبه بعض يعني بالنسبة لنا، بس بالنسبة لهم هما بيعرفوا بعض كده. ارتفاع الكتف 110 145 سنتي. عجبني فكرة ان هما كاتبين معلومات، يعني دي حاجة بحس انها بتعمل يعني اد فاليو للمكان، ان انت تعرف الناس معلومات عن الحياة اللي هما بيشوفوها كده. لا بجد حاجة لطيفة جدا والله، معمولة بشكل حلو وبصور كلام انجليش وعربي ومكتوب حتى الحيوانات المهددة بالانقراض، يعني عشان حتى تعرف قيمة الحيوان نفسه ان هو مش حاجة ممكن ما تبقاش موجودة اصلا في حياتك ما تشوفها تاني مثلا. بيضة انعام الواحدة تساوي 24 بيضة دجاج، يعني دي فيها ممكن يكون قد ايه، يعني حوالي كام جرام بروتين، مثلا بتاع 60 جرام مثلا، 70 جرام بروتين مثلا، هكذا مكانش اكتر. Thank you.
الظبي. سيبيري دول بقى الأسود حبايبنا، بس حاليا تقريبا نايمين. الايل المؤقت اللي هو الشيتل، انا يعني بالنسبه لي هو غزال، يعني انا اول مره اعرف ان اسمه كده دلوقتي والله. ده بقى طائر الفلامينجو، رجلين بس، وده واقف على رجل واحدة أصلا، التانية رافعة فوق. دول اتنين واقفين رجل واحدة، هم كلهم تقريبا. عايز open كده. شباب اكون خلصت جولتي في حديقة حيوان الامارات. يا ريت لو الجولة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تتابعني او اول مرة تشوفني اعمل اشتراك للقناة وساعدوني عشان ان شاء الله اقدر اوريكم فيديوهات اكتر. و استني تشجيعكم. مع السلامه.